مرحبا والله معكم. أنا بالحقيقة بعدني واصلة من السوبر ماركت، ومثل ما كلكم بتعرفوا هلأ بجنوب أستراليا يعني هاليومين كان في هلع زيادة عن اللزوم وفزع نسبة لأعداد الكوفيد يلي هي عم بتصير كتير كتير متكاثرة، صرنا فوق 30,000 والله يستر من الجاي. بعدني جاي من السوبر ماركت، الحقيقة أول رفوف كانت فاضية، للأسف العالم عم تكون فزعان كتير وعم تركض على كل المنتجات الغذائية واللي فيها توفرها وتحطها ببيوتها لأنها خايفين نحن نقعد بلوك داون جديد. هذا الشيء خليني شوي اليوم أتفكر أنه نحن بنركض تنأمن الأكل. عنا طبعا مثل ما شفتوا اليوم بعدني كنت واصلة وكلنا بنستعمل عبوات من الهاند سانيتايزر، عنا الماسك يلي بنحطه وما بنفرق ولا بفرقنا، بس هدول الأمور لوحدها يعني ما بتنفع أنها تكون عم تحمينا من الأوميكرون أو الدلتا أو الكوفيد أو هي ذاتها، كل هالأمور كلها ببعضها. يعني فكرت أنه نحن لما بنكون عم نحمي إيدينا بذات الوقت عم نحمي وجهنا، هذا الشيء بيكون كتير كويس، ولكن في كتير أمور حوالينا بنحملها بنعيش معها لحظة بلحظة ما بننتبه لها وهي ما منطهرة. معقول كتير نحطها على سطح من السطوح، ممكن مثلا على ديسك المكتب، ممكن نحطها على طاولة السفرة، ممكن نحطها بقلب السيارة نحن وقاعدين على الهولدر، مفاتيح السيارة اللي بنمسكهم نحن بنحمل الكياس تبع السوبر ماركت وبنجي وبعدين بنحمل المفتاح بنظهره من جزداننا، بنفتح الجزدان وبنفتح السيارة، معناتها نحن عم نكون والعوينات نسينا نقول كمان عوينات الشمس نحن بنكون عم نحطهم أو عم نشيلهم أوكي قبل ما نكون عم نطهر إيدينا، وخاصة وقتها نطلع من السوبر ماركت نحمل الكياس. إذا أجينا التليفون ما حدا منا بيفكر إنه يعمل هاند سانيتايزينج قبل ما إنه يرد على التليفون. هذا كل الأمور خليني أرجع أفكر اليوم إني أعمل فيديو قصير أرجع أذكركم فيه بكم، بس الحقيقة هني بس منتجين بدي أحكي عنهم اليوم من نيوتروماتيكس. ليش من نيوتروماتيكس؟ لأنه بعرف هذه المنتجات هي كويسة وهي معروفة وصار لها أكثر من 50 سنة بالسوق، غير إنها هي بتحمي صديقة البيئة، غير انه كمان كل المواد اللي فيها هي قابلة للتحلل، معناتها ما بتلوث البيئة. كمان بعرف انه الروائح المحطوطة فيها كلها مختارة انه تكون ما فيها فوسفات، ما فيها مواد سيئة ورذائل انها تلوث حتى الجو، يعني بتنقي. بعرف انه بتعنى بالبشرة الحساسة، غير كل هيدي الامور اللي بعرفها عن منتجات نيوتروماتيكس. فكرت انه نحن بحاجة نفكر بعنصرين مهمين، واحد هن المحارم المعطرة، بطلت معطرة المحارم الحقيقة يلي هي بتساعد على يعني تعقيم الغراض أو تعقيم المكان، وهيك من هيك حبيت أرجع أذكر بالمحارم اللي عندها إياها نيوتروماتيكس ويلي هن فيهم اسمه New and Improved OLC Wipes يلي هن هول. هن بيجوا العلبة بستين محرمة وهلأ عاملين أوفر عليها، مش من هلأ يعني أنا حكيتكم على الأوفر بس عم برجع ركز عليه لأنه سون بيخلص، هو بيخلص بآخر هذا الشهر. ولكن كمان لما نفكر بالمنتجات قبل ما أحكي عن هذه المحارم اسمحوا لي، كمان بدي أفكر أنا أول شيء إذا أنا رح روح على السوبر ماركت ولاقيها، تاني شيء إذا بدي أوفر بالسعر على جيبتي، وتالت شيء كمان أو رابع شيء إني إذا فيها هيدي المنتجات تكون واصلة على باب بيتي ولا أتعرض أنا لعالم حوالي يمكن يكون معهم الكوفيد ويمكن ما يكون معهم كوفيد وعيش على أعصابي. ففكرت إنه بما أني عم بحكي عن كتير منتجات وعن العناية بالبشرة إلى آخره، هيدولي أهم من العناية بالبشرة، أوكي؟ هي عنايتنا، اهتمامنا بعائلتنا واهتمامنا بغير البيئة تبعيتنا، بالسيفتي تبعيتنا يعني الشخصية كفرد وكعائلة. فهيدول المحارم يلي كانت فيهم 60 محرم مثل ما قلت، كانت الوحدة ب 18 دولار، هلأ عاملين 2 باك، هن اثنيناتهم بيطلعوا ب 20 دولار أسترالي. أهمية هاي المحارم مثل ما حكيت قبل إنه هي فيها اليوكا أو هيدي الـYUCA، فيكن تجوجلوا وتعرفوا، أو فيها كوكونات فيكن تجوجلوا وتعرفوا شو فوائدها، ما رح إني زيد وعيد هلأ بهذا الفيديو مثل ما قلت قصير. بتقتل 99.99% من الجراثيم، إذا ما قتلت الجراثيم بمجرد ما نحن نستعملها نمسح التليفون تبعنا، نمسح الشاشة تبعيته،
نمسح العوينات تبعولنا، حتى نمسح اوريدي المفاتيح والبورتوكلي تبعنا، حتى الجزدان تبعولنا اللي نحن ما بننتبه له بنحطه، انا هلا حطته على الارض مثلا، فينا نمسحه بهالويت وايب ونأمن على السحابات تبعهم اللي بنمسكهم، فكمان بنأمن انه هيدي حماية زايدة كمان من حيلا ميكروبي ومنهم طبعا الأوميكرون اللي هو سريع الانتقال. اوكي، هيدي المحارم كمان مثل ما هني حاطين انه محرزة، يعني صارت 60 محرمة وفيها الترطيب بيضلوا باقي وبتعيش المحرمة، إذا نسينا مثلا شوي الباك مفتوح لوقت أطول وما بتنشف لأنه معبينا بالترطيب وباللوشن الموجود فيها، وهي كتير ناعمة مثل ما قلت على البشرة وفيها جليسيرين يلي هذا كمان بيحمي وبيرطب وبناعم بزيت الوقت يعني، وما فيها مثل ما قلت أنا حيلا شيء كيميكلز مثل أهم شيء الفوسفات. فهيدي أول منتج حبيت أحكي عنه. المنتج الثاني اللي حابة أحكي عنه هو النيوتري، هو الجيرم فايتر من نيوتري كلين، هيدا المسحوق اللي هو الزهري. هيدا المسحوق الحلو فيه إنه فينا نشتغل فيه لكذا استعمال لكذا شغلة، أهم شيء فيه إنه نحن فينا نستعمله لنعقم الأمور الصغيرة مثل العوينات الشمس، مثل كمان أجان إذا اللي بيحب مثلا يمسح بشقفة مبللة بماء سخنة ممكن يحط نقطة من هاي يمسح عليها كمان ويمسح هدول يعني الأشياء اللي عم بذكرها. ممكن كمان نمسح فيها نحمم فيها البت تبعنا الحيوان الأليف، ممكن إنه نستعملها كمان صابون للإيدين، وفي الحقيقة كمان عبوة ب 500 مل مع البومب تبعيتها هيدي لتساعدنا تكون أكثر أكسسبل يعني وموجودة وسهلة الاستعمال. كمان النيوتري كلين يلي هو الزهري اللون نستعمله لحتى أهم شيء بالبيت ننظف، يعني كمان همنا لما بنظهر لبرا ومنفوت، أنتوا بتعرفوا إنه كمان أجل قيمتكم الكعب أو قفا الحذاء يعني بيكون كمان بيحمل جراثيم، ما بنعرف نحن وين دعسين أو شو واقع على الأرض أو شو هي المواد المية اللي دعسنا فيها، فبمجرد ما نجي لو بنشلح الحذاء على البيت على السجادة الصغيرة قبل ما نفوت ممكن نحن نحط كمان بمرشة. الحلو انه فينا نستعمل مثل ما قلت كمية قليلة، يعني بمعدل 10 سنت مثلا مع لتر مي ممكن نخضها بهيدي القنين الرشاشة، وممكن انه نعقم الحذاء أو قفل الحذاء فيها ونعقم السطوح اللي بنحب نشتغل عليها مثل المطبخ أو مثل الحمام أو غيرهم. فهيدي كمان كانت وفينا نحمم فيها الأولاد، فينا نحمم مثل ما ذكرت فيها الحيوانات، وكمان نسيت أحكي عن تعقيم الفاكهة والخضار. نحنا ما بنعرف صحيح بأستراليا نحنا بنغسل تحت الماء وبنمشي وبناكل القصص، ولكن هلأ ما بنعرف أي إيد ماسكة هل يعني هالحبة الفواكه أو هالخضرة قبل ما نحنا نجي، ويمكن يكون في ملوثة يمكن منا معتنى فيها، يمكن عم روح هلا أنا كتير أوسدة، بس معلش أنا هيك هلا عم فكر هالأيام لأنه وصلنا لوقت كتير 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 حشير وخاصة هلا، فممكن نحط شوي نعقم الخضرة، هي مثل ما قلت ما فيها ريحة ما فيها مواد ضارة ما فيها مواد كيميائية، فهيدي كلها بتساعد على تعقيم الخضار وبتضل طعمتها مثل ما هي بتجني. في عندها منه هيدا لتر واحد، يعني بتجي الجالون بليتر، وهلا رح احكي كمان عن الخمسة لتر. هيدا هلا رح احكي انه كان حقه 26 دولار صار 19 دولار ونص القنينة الوحدة اللي هي 1 لتر، واذا بدنا نجيب اثنين هلا حقهم 33 دولار، ومثل ما قلت هيدا العرض بس ساري لاخر يناير يعني 31 اخر الشهر. كمان في منه الحجم الاكبر يلي هو الخمسة لتر كمان اللي بحب يمكن عنده بيت أكبر، يمكن بيريد أنه يكون عنده غير ما عم بحكي توفير على بالمصاري، كمان يمكن عنده هو مطعم أو يمكن عنده مكان عمل بيحب أنه يستعمل يعني كمية أكتر منه وتحرز معه. هيدا كان حقه 89 دولار أسترالي الخمسة لتر، وهلأ منزلينه ب 65.90 سنت، وكمان إذا واحد بيشتري جالونين منه يعني 10 لتر بيصيروا ب 115 دولار. المنتج اللي رح تحذروا دغري انتم وراه شو هو كمان النيوتري كلين يلي هو جنتل لاندري ليكويد، يلي هو مسمينه كمان سنسيتيفيتي سولفر.
يلي بنستعمله مثل ما حذرته بالغسيل، كمان تيابنا نحن لما بنظهر ونجي لازم دائما نغيرهم مثل ما انتم بتعرفوا ونكبهم بالغساله. وفي ناس كثير على كتر الهاند سانيتايزر او يعني الصابون او الديترجنز اللي حوالينا المساحيق عم بيصير عندهم حساسيه وهن ما عندهم شيء، فهذا كمان بيساعد انه بكميه كثير صغيره بالغساله تعمل كثير غسلات. هيدي انه في عنا هذا كمان الليتر كان حقه 33 دولار، صار هلا 24 دولار ونص، واذا بنشتري اثنين حقهم 42 دولار. وكمان موجود منه 5 لتر اللي عندها عائله اسم الله كبيره، كان بالاساس حقها 105 دولار ال 5 لتر، وهلا صاروا منزلينها ب 76 و90 سنت، واذا بنشتري جالونين يعني 10 لتر بيصيروا ب 135 دولار. اذا بتحسبون بتروحوا على السوبر ماركت بدون ما اذكر انا ولا نوع او نوع يعني براند او ماركه، بتعرفوا شو عم بحكي، بتعرفوا انه التوفير موجود. يعني فينا في ماركات بنعصر 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 منها لحتى نقدر نجلي، وبنلاقي مع كل ما جينا 5 6 صحون بدنا نرجع نعصر عن جديد. وفي يعني مساحيق تانية دارسين علي دارسينا وشغلين عليها، بنحط نقطة أو نقطتين بتكون كافية إنها يعني تقوم بالواجب، وهيدي طبعا بندفع حقها شوي زيادة مثل ما قلت كمان إذا بدنا نكون عم نحافظ على صحتنا على إيدينا وعلى البيئة كمان. أوكي، تالت شيء اللي بدي أقوله يلي يعني ناس كتير بتستعمله وكتير من أصحاب الحقيقة هلأ مثل كل الناس يعني تعرضوا ليكونوا فريسة للكوفيد وقعدوا ببيوتهم ويعني احتاروا بأمرهم شو بدهم يشتغلوا، كيف بدهم ينظفوا يعقموا طالما هني عاملين هالايزوليشن. كمان في عنا الثالث نوع اللي هو الهافي كلين او النيوتري كلين، هافي كلين او الديجريز اللي مسمينه، في ناس بيستعملوه مثل الكلور يعني هذا للتعقيم وللتطهير وللاشياء اللي بدها عن جد هيك غليظه بدها مساعده، فهيدا كمان فينا نستعمله. كان الليتر منه ب 31 دولار استرالي، صار واحد ب 23.20 سنت، واذا بدنا اثنين حقهم 40 دولار. اوكي، بدي ارجع اذكر مالي سامحوني انه هذا العرض بس ساري لاخر هذا الشهر، فيلي بيريد انه يطلب منه بليز تواصلوا معي خبروني، يلي ما عنده رقمي او الايميل ادرس تبعي ممكن يترك لي كومنت على هيدا الفيديو وانا فيني اتصل فيه وفينا نتواصل، وبيكونوا واصلين منتجات على باب بيته بدون ما يعطل اي هم. هذا اللي كنت حابه اقوله على هدول المنتجات هلا يلي هي كتير ضروريه. بتمنى انه تعيدوا النظر بكيف حياتكم ماشي، كيف تمسكوا او شو بتكون عندكم تعاطي بالنهار. يعني انا كمان حتى بالشغل عندي اخذت من هدول الوايبس لانه بمسح الكيبورد يلي كتير من الناس او الفولنتير اللي بيشتغلوا معي بيمسكوا الماوس تبعي، بيمسكوا كمان الكيبورد تليفوني، فانا كل شوي والتاني برجع بعقم فيهم غير الهاند سانيتايزنج تبعولي وغير التدابير التانية. هذا الكل شيء كنت حابة لكم، يعني الله يخلصنا من الماسك، ولكن نحن نعيش يوم بيوم، بما أنه هذه هلأ الضرورة بليز فكروا فيها وخليني أعرف. الله معكم، بوسي كبيري.